ليلتكم زينة. أهلا وسهلا ومرحبا بكل الناس اللي اختارت الليلة أنها تسهر معنا على الوطنية الثانية في برنامجنا الناس حوال. معنا الليلة إن شاء الله ثلاث حكايات، حكاية عدنان الشواشي الزميل الصحفي اللي حاضر باش يحكي على الرحيل، أول شريط وثائقي يحمل إمضاءه. معنا زاد زوج شبان هيثم وبلال متوجين في مهرجان البحرين بيجو فيديو واللي اسمه باكين تايم. معنا زاد سمر اللي هي شابة تونسية عريضة أزياء حلمها أنها توصل للنجومية وتغير وتبدل ربما إن استطاعت عقلية قطاع برمته. تفاصيل المشاركة معنا في الناس أحوال من 24 ولاية من ولاية الجمهورية. إذا كنت شاب تونسي عندك طموح، عندك فكرة، عندك حلم، وهالحلم اختار الخطوات الأولى وصل له، حقق حاجة ليك وللناس اللي دايرة بيك، مرحبا بيك. ماذا بينا كانت تقدم شهادة حياة في هذا الفضاء، ما تنجم كانت تنورنا وتشرفنا. وسائل الاتصال الكل موجوده اسفل الشاشه، راني نشوف الاس ام اس، الفيسبوك، البريد العادي، البريد الالكتروني. اهلا وسهلا ومرحبا بالانتقادات وحتى بالمشاركات. كما قلنا الحكايه الاولى ترجع للزميل عدنان الشواشي اللي هو صحفي متعدد التجارب، يخدم في اختصاصي، هو مراسل العديد من القنوات الاجنبيه وكالات الانباء زاد الاجنبيه، لكنه خصيصا حاضر معنا الليله باش يحكي على الرحيل اللي هو اول الوثائقي يحمل امضاءه ويدون كل لحظه، كل دمعه، كل اسى عشناه كتوانسه اثر اغتيال الشهيد محمد الابراهيمي. تفاصيل من خلال ريبورتاج وراجعين مع عدنان شواشي. تفضل. تونس الدولية في تقديم لبرنامج باللغة الإنجليزية كنا راح حدو يوم ثلاثاء. اختصاصي اللي احتضنتني، اختصاصي اللي تعلمت فيها برشا حاجات، واختصاصي اللي عندها فضل عليا على المستوى الشخصي لأني نتابع في اختصاصي من اللي عمري 4 و5 سنوات حتى جاء يوم في 2011 ضميت إلى الفريق وكان شرف كبير بالنسبة لي. أيضا صحفي ومنتج تلفزي لعدد من القنوات الأجنبية، فأربع سنوات كنت دائما نرفض أني نهبط أني نبقى في المكتب، بل بالعكس نحاول انه نغطي الاحداث من وراء الكاميرا ومع فريق العمل، مع وائل اللي ديما مرافقني يعني في كل مكان يعني نتنقل له. فهذا هو يعني بين التلفزه وبين الاذاعه الانسان ربما مرات يقول شنو الفرق. الاذاعه عندها روح وعندها ربما تعطيك الطاقه اللي تنجم تقاوم بها العمل الميداني اللي هو عمل متعب، ومن خلال التلفزه الوطنيه نوجه تحيه لكل زملائي يعملوا في كامل تراب الجمهورية في ظروف صعيبة، في ظروف قاسية، وخاصة منهم زملائنا في الجهات. احنا قلنا علاش ما نقوموش بتجربة بعيون تونسية وبأيادي وطاقات تونسية. أربع سنوات من العمل الميداني حاولنا أن ربما نشاركوا بعمل فيلم وثائقي بعيون الصحفي. هذا نظن أنه ربما محاولة حتى دعوة أيضا لكل زملائي وزميلاتي في كامل تراب الجمهورية التونسية لعدد كبير منهم يعملوا في وسائل الإعلام التونسية وأيضا أجنبية، ربما لتخليد الذكرى وأيضا لتقديم ربما أفلام وثائقية في مختلف المواضيع الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، الرياضية وغيرها من المواضيع اللي بفضلها ربما نساهموا في حفظ ذاكرة تونس، حتى ربما الأجيال القادمة تقول بعد الثورة التونسية فما شباب وفما أجيال أخرى، لأنه مش فقط الشباب، الناس اللي أكبر منا سنا وقدر واللي تعلمنا منهم برشا اللي ساهموا في ربما في توثيق وفي حفظ ذاكرة تونس. ربما اخترت طريق اللي هو طريق صعيب وطريق طويل، هو طريق أنه نكون يعني مستقل ونكون حريص على أنه ربما مرات بإمكانيات متواضعة، يعني نعمل مرات بإمكانيات متواضعة أن ربما نركزوا على المحتوى ونركزوا على الجانب الابداعي في كل الاعمال. الصعوبات موجوده وباش تقعد ديما موجوده، ولكن اذا كان انسان باش يقف امام الصعوبات ما عادش ينجم يقدم وما عادش ينجم يطمح وما عادش ينجم يحلم. فنظن انه بعد 2011 بعد الثوره التونسيه واجب على كل تونسي انه يحلم مهما كان سنه، واجب على تونسي انه يقدم للبلاد هذه وايضا انه يجري وراء الحلم نتاعو سواء كان في تونس او في اي جهه من جهات الأرض
الطيبة هذه. صحيح مرينا صعوبات، مازلنا باش نمر بصعوبات كأشخاص كأفراد وأيضا كدولة، ولكن وجبنا أنه نعمل، لأنه ثقافة العمل ربما دنات شوية في تونس، فوجبنا أن نعمله، لأنه من غير عمل ما نش نجمو نصلحوا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في تونس. دورنا أن ننقل الصورة، ولكن دورنا أيضا ليس فقط كصحفيين، ولكن أيضا كبشر، أن الجانب العاطفي ربما، أو الجانب ربما اللي يحسه المواطن العادي اللي ما سمعها لي حد وما يعرفه حتى حد، أن نبلغه، لأنه مرات مواطن يكلمك في 20 ثانية يعطيك كلمة معبرة أكثر من العشرات من المجلدات، لأنها كلمة توصل من القلب إلى القلب. فكرة رحيل فتحت الباب إن شاء الله بإذن الله على المستوى الشخصي لأعمال أخرى إن شاء الله في عالم الأفلام الوثائقية، وأنا لا أدعي أني مخرج أو منتج، أنا صحفي تونسي عمري 31 سنة قاعد نحاول نتعلم وقاعد نحاول نطور من ذاتي لخدمة المصلحة الوطنية. مرحبا بك. شكرا على الدعوة. عايشك سيدي، مرحبا، نورتنا. شلون الحوايج؟ الحمد لله. جيناك في ظرف ربما ظرف صعيب على المستوى الوطني، شفنا الحادثة البارحة. اكيد حادثة إرهابية في الأولى الصباح، حادثة أخرى إرهابية في المساء العشية، واللي عشناه اليوم أثروا فينا، واليوم مأساة أخرى. يعني كل التضامن العائلات وكل تعازينا الضحايا، كل عائلات الضحايا اللي سقطوا اليوم، وايضا تحيه لاهالينا ولعائلاتنا من الامنيين اللي ضحوا وما زالوا مستعدين للتضحيه. اكيد، وبالحق خلينا نستغلوا الفرصه هذه على اثر الحادث الاليم اللي جد اليوم في الفحص، يعني نرفعوا كل تعازينا لكل العائلات التوانسه. بالحق الكلام ما ينجمش يتقال، على خاطر وجيعه كبيره قاعدين نحسوا فيها، دونك تعازينا الحاره لكل العائلات التونسيه، وان شاء الله يا ربي باللطف، وان شاء الله لاباس لكل المجاريح اللي قاعدين يتلقاو في العلاجات اللازمه في مختلف مستشفيات الجمهوريه التونسيه، وان شاء الله هذاك هو حد الباس. نعم. ان شاء الله يا ربي هذاك هو حد الباس. نرجع سيدي، سيادتك موجوده معنا باش نحكيوا على الرحيل. نعم. اللي هو يدور حول هالاحداث اللي قاعدين نعيشوا فيها من الثوره الى حدود اليوم، وقاعدين نشوفوا كل يوم نعيشوا وكل يوم نصبحوا على خبر. اخترت انه رحيل يوثق ويكون ذاكرة لاغتيال الحاج محمد البراحمي. نعم. كيفاش جات الفكرة؟ وعلاش اخترت الشخصية هذه بالذات؟ سيما وانه سلسلة الدم والاغتيالات من بعد الثورة اليوم اللائحة طويلة. هو ربما من خلال محمد البراحمي تكريم لكل تونسي ضحى، يعني تكريم لكل تونسي أعطى للبلاد هذه ومازال مستعد انه يضحي. هو الشخصية الرمز بالنسبة لي في هذا العمل الوثائقي، ولكن من خلال محمد البراحمي، شكري بالعيد، الأمنيين، الجيش الوطني، الناس اللي ضحات، وأيضا المواطن العادي اللي ربما صوته مش مسموع ومش معروف في منطقة من مناطق الجمهورية، يضحي بطريقته الخاصة، يعمل من أجل هذا الوطن. فالفكرة بدأت 3 أسابيع قبل اغتيال محمد البراحمي، كنت أعمل على موضوع الدستور، وكانت وقفة احتجاجية من المجلس الوطني التأسيسي في الفترة هذيك، وكان تحدث الأستاذ محمد البراحمي على السيناريوهات المحتملة وعلى مخاوفه من مسألة الاغتيالات في تونس. بعد 3 أسابيع تم اغتياله أمام منزله في شهر رمضان، يعني 25 احنا على أبواب شهر رمضان، إن شاء الله يكون رمضان بالخير والبركة، مبارك. ورغم التخوف اللي عندنا نؤمن بأنه هذا الشهر هو الشهر ربما نقرب فيه لبعضنا أكثر كتوانسة، ونحس به ببعضنا أكثر كتوانسة، ونجد دعوتنا لأنه الدم عمره ما بشي حل المشاكل متاع التوانسة، بل الحوار هو الحل. فتم اختياره. نرجع لك. نعم. نحب نرجع لك إلى نقطة. نعرف اللي فما خلفية إنسانية، خاطر حكيت على الجانب العاطفي للصحفي اللي يكون على الميدان. قلت أنت تحتك بناس وساعات في 20 ثانية. نعم. يعطيك كلمة ولا مصطلح ولا يعطيك تعبيرة تأثر فيك وتأثر ربما في تفكير وفلسفة حياة. حكيت مع الحاج محمد البراحمي. نعم. قبل أسابيع من الاغتيال، وصرح لك بتصريح ويظهر لي رحيل كان السبب وراء اختيار أول شخصية ليك في الوثائقي. نعم. يكون الحاج محمد البراحمي، الله يرحمه. يكيد ذكرت على مسألة العشرين ثانية، لأنه تقريبا الحاج محمد البراحمي تكلم في 20 ثانية، لكن في 20 ثانية قال كلام
مهم جدا، مهم جدا. شنو تتذكروا اللي تنجم تنقله هنا نقلا ربما عليه؟ نقلا عليه انه تحدث على السيناريوهات المحتمله في تونس وعلى مخاوفه من انتشار ظاهره العنف والارهاب، وايضا تخوفه من انه تونس تتاثر بما يحصل على المستوى الاقليمي، على ما يحصل في 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 عده دول عربيه اخرى من ازمات من حروب، وانه المرحله نمر من مرحله ربما التخوف الى مرحله المواجهه. هو عبر على المساله هذه، ونعرف انه الشخص على المستوى يعني الشخصي كنت نحترمه جدا، لانه كان يحترم الصحفيين، كان انسان يحترم الوقت، كان انسان يعني يوعد وما يخلفش بالنسبه للصحفي، يعطيك موعد يلتزم بموعده، وايضا يعني ربما شفت فيه الخصال نتاع الأب، يعني اللي نحترمه كأب تونسي، مثال للأب التونسي مع صغيراته مع زوجته. فهذا ربما الجانب مهم جدا. فمن خلال محمد البرامي الشخصية اللي الابن سيدي بوزيد اللي ترعرع في ظروف يعني كما الملايين من التونسيين ظروف عادية، ولكنه رغم ظروف صعبة قرأ وتعلم وكبر صغيراته وضحى من أجل الأرض هذه. فمن خلال محمد البراهمي تكريم لكل تونسي ضحى، وتخليد لذكرى، وتخليد لذكرى، لأنه الأشكال اليوم اللي أصبح مطروح في تونس اليوم سمعنا يعني اليوم ضحايا في حادث أليم، البارح يعني أبنائنا في زوز عمليات إرهابية. نعم يعني تقريبا كل ما تحصل عملية إرهابية نتنقلوا باش نحاولوا نغطيه. نتذكر صورة مرة اللي أثرت فيها على المستوى الشخصي، نتذكر يعني ابن من أبناء تونس من الجيش الوطني عم ناول في الجنازة نتاعو، نتذكر دخلت مع وائل وقتها نصوره، وائل ومعنا حسام أيضا، وكان ابنه سنه 5 سنوات يعني قاعد وبجنبه يعني صندوق وعليه العلم وما كانش فاهم شنو يحصل، الناس كل تبكي لكن ابنه ماهوش فاهم. فربما كي غزرت للطفل هذاك ريت روحي، ريت اي تونسي اخر يخرج الصباح باش يخدم ما يعرفش على روحه ربما باش يروح ولا لا. فالخوف هذا ما يزناش نعيشوا به، الخوف من العنف، الخوف من الارهاب ما يزناش نعيشوا به، لان الارض هذه على مدى يعني عقود تسامح، نعم، ارض فيها لغه الحوار تسود. وهذا ربما اللي ساعدنا في مرحله من المراحل حتى على في مستوى في فيلم رحيل، في النهايه نبينوا كفريق عمل، لاني ما نتحدثش باسمي الشخصي، لانه يعني هذا عمل لفريق من الشباب، عمل متكامل. نعم فريق. حبيت نعرج على نقطه على ذكر الفريق. انت قلت حبيت خاطر الوثائقيات بعد الثوره لليوم ظهرت العديد من الافلام الوثائقيه اللي رصدت حدث والا اغتيال والا اي حاجه من الحاجات اللي عشناها كتوانسه بعد الثوره على طريقه مخرج سينمائي أو على طريق رؤية معينة. قلت هل وثائقي هو بعين وبنظرته وبصورته الصحفي؟ الفرق ما بين العمل هذية والأعمال السابقة واللي خلدت وإلا وفقت لأحداث عشناها ولم تنسى من ذاكرة التوانسة وحتى الأجيالنا والأولادنا غدوة. ربما لم تنسى، ولكن التونسي اليوم ولا يتناسى. احيانا التونسي كي يسمع في الاذاعه او في التلفزه خبر ما يعجبوش يغير المحطه. يعني نتفهموا نفسيه التونسي اللي ربما 4 سنوات كانوا صعاب على كل مواطن تونسي، ولكن في هذا الفيلم الوثائقي الفكره، فكره الصحفي ربما وعين الصحفي والفريق العامل، لانه فريق كبير، فما وائل، فما حسام، فما هاله، فما سعاد، فما انيس، فما الياس، فما غسان، فما تحيه لتوتي كيب اللي قاعد يذكر فيها عدنان يعني، واللي خدمت على المشروع هذا. فريق كامل، يعني ما فماش انسان اليوم ينجم يدعي انه قادر على انه يقوم بعمل وحده. برنامج هذا زميلتي منوره الشاشه، ولكن فما فريق كبير، تحيه لكل الكيب يعني اللي تخدم في نسحوات، يعني اللي هو ينقل في الصوره هذه للعالم الكل. ففكره بدات على المستوى ربما فكرتي بدات، ولكن كنا نحكي مع وائل، نحكي مع فريق العمل الكل، شنو نجموا نعملوا، شنو ما نجموش نعملوا، شنو ربما الصوره اللي تنجم تكون توصل للمواطن التونسي اليوم وبعد 10 او ربما بعد 20 سنه، لانه الفكره مش تخليد فكره، التخليد يعني ذكرى، واننا نعديو فيلم وثائقي ونتفرجوا فيه وننساوه.
الهدف انه بعد أعمق من 10 او 20 سنه رسالة. او بعد سنوات اخرى تاريخ قاعد يتكتب. نعم هذا هو بمصداقيه وبامانه الصحفي. نعم يتكتب ربما بي 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 بعيون المخرجين السينمائيين المميزين اللي قاموا باعمال جيده واحنا قاعدين نتعلم منهم، وايضا بعيون الصحفيين، ودعوه ايضا لكل زميلاتي وزملائي الصحفيين اللي متميزين في تونس، لانه عندنا جيل كبير لا اؤمن بالقطيعه، يعني ما نؤمنش انه فما ناس في سن معين يلزمها تتقاعد وناس اخرى، نؤمن بانه ربما نتعلموا من بعضنا، الجيل اللي سبقنا واللي ربما عاش فتره صعيبه جدا قبل 2011، ربما ناخذوا من عنده نتعلموا من عنده، وربما نعطيه تجربتنا المتواضعه اللي تمرينا بها في الاربع سنوات اللي تعدت، ودعوه لكل الزملاء والزميلات في كامل تراب الجمهوريه انهم ربما يقوموا بانتاج اعمال حتى ولو كانت بامكانيات بسيطه، ولكن نعرف قيمتها بعد سنوات. خلينا نشوف مقتطفات من الوثائقي رحيل يحمل امضاء عدنان الشواشي وتوت ليكيب اللي خدمت معه على المشروع هذايا، وراجعين لمزيد التفاصيل. رحيل. مش نتنساو للحظه هالتواريخ بالحق اللي عشناها، واللي قمنا صباح على وقع اغتيال شكري، على وقع اغتيال ابراهيمي، الجنود، الحرس، المواطنين اللي قاعدين عايشين في رعب، لكن الرعب هذايا ما يجمش يفني، ما يجمش يقتل هالعزيمه نتاعنا كتوانسه ان مواصلين المشوار من اجل المبادئ اللي تقامت عليها الثوره اللي هي الحريه والعداله والديمقراطيه. صوره ربما تتكلم، ولكن ايضا الصوت والموسيقى في هذا العمل. نشكر امين وحمزه المرايحي، يعني اثنين من خير شباب تونس موجودين خارج اي ارض الوطن، ولكنهم يؤمنوا بالمشروع التونسي ويؤمنوا ب ربما الانتشار وايصال صوت التونسي والموسيقى التونسيه للعالم الكل. لما اتصلت بهم على موسيقى ماني ناسي ويناري قالوا لي عدنان ما تفكرش لحظات ونبعثوا لك الموسيقى المسجلة في الاستوديو. فتحية ليهم، ما طلبوا حد شيء، فقط طلبوا أنهم يدعموا مشروع، ونشكرهم يعني أنه موسيقى بصراحة وكأنها ربما لحنت وكتبت حاكي الأحاسيس لهذا العمل بالضبط. نعم باركة الإبراهيمي. نعم شنو اللي حست وقت اللي تفرجت على هالوثائقي اللي يخلد ويوثق كل لحظة عشناها كتوانسة أثناء الاغتيال، تشييع الجنازة، وما أدراك ما تشييع جنازة الشهيد الراحل الإبراهيمي. نرفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها، وراجعين لمواصلة الحديث حول رحيل. تفضل. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. تقبل الله أكيد صلاة كل الناس، وأهلا وسهلا ومرحبا بكل الناس اللي التحقت بنا في الناس حوال. قاعدين نحكي مع زميلنا عدنان الشواشي حول أول وثائقي اللي يحمل عنوان رحيل، واللي وثق الحادثة الأليمة اللي عشناها عم ناول حادثة اغتيال الحاج محمد الإبراهيمي الله يرحمه. دونك كنا شفنا مقتطفات من الكونفيرونس دو بريس اللي حكيت فيها على الشريط والعرض نتاع الشريط، وشفنا أرملة الحاج الإبراهيمي مباركة الإبراهيمي اللي هي النائبة عن سيدي بوزيد واللي هي عضو بمجلس النواب حاليا. الدموع تجري في العينين اكيد، ورا الدموع فما حكايه، فما احساس وفما تاثر، وهذا مفهوم، لكن فماشي بعض الكلمات والمصطلحات اللي اسرت بهم ليك لاول مره اثناء مشاهده هاللقطات اللي هي لقطات اكيد دامية وما تنجم كان توجهها وقت اللي تشوف حبيب عمرها وعشير عمرها
فيك المشاهد اللي شفناها نتاع الشلاكه والكرهبه والدم والتشيع نتاع الجنازه والحاله والهبه الكبيره للتوانسه اثناء تشيع الجثمان في مقبره الجلاس. ذكرت العرض قبل ما نحكي لك على سيده مباركه عوانيه، بدي نحيي زملائي في النقابه الوطنيه للصحفيين التونسيين. اكيد تحيي كل الزملاء. العرض هذايا زملائي عاونوني برشا على مستوى هذا العرض. الفكره كيفاش بدات، كنا في كل مره يصير مشكل في التصوير او تعطيل في التصوير، الارقام اللي نتصل بها معروفه، زملائنا في النقابه الوطنيه للصحفيين التونسيين اللي كل مره يتدخلوا ويساعدونا حتى يسهلوا عمليه التصوير. فمن بعد بدات الفكره وحكيت مع زملائي الكل وعرضوا علي الفكره ورحبت بها ونشكرهم على دعمهم، نشكرهم على تشجيعهم، نشكرهم على ثقتهم اللي هي ماهيش حاجه هينه، يعني ثقه كبيره. الزملاء ان شاء الله نكونوا قد هذه الثقه، فحبيت نشكرهم لانهم كانوا ساهموا في انجاح هذا العرض اللي حضروا فيه المئات من الزملاء والزميلات الصحفيين من كل وسائل الاعلام التونسيه والاجنبيه. حبيت ايضا نشكرهم على حضورهم، على دعمهم ليك، دعمهم وتشجيعهم، وان شاء الله نحن زاده يعني نكونوا موجودين ونفرحوا لهم ان شاء الله. أكيد. بالنسبه للسيده مباركه عوانيه، يعني سيدة حديدية بأتم معنى الكلمة. يعني لما شفت سي محمد البراهمي شخصيته وحكمته قلت أكيد أنه راه امرأة يعني عظيمة عظيمة، نعم، وامرأة يعني لربما هي اللي تدفع فيه. فربما من بعد لما اكتشفت السيدة هذه وحكيت معها قلت بصراحة يعني الزوجة هذه ما تنجم تكون كان زوجة محمد البراهمي. قالك ما يتزوجوا، نعم، لم يتشابوا. لم يتشابوا. ففي المجلس، مجلس النواب الشعب اليوم، تحية أيضا لزميلي حسن الفتحلي اللي سهل عملية التصوير في مجلس النواب الشعب اللي هي ماهيش مسألة هينة. قدمت له بالطلب وقلت له إيش قولك في الفكرة؟ نحب نصور في المجلس مع مدام البراهمي مع النايبة، والمجلس ظلام وما فماش ضوء حتى شيء. من الاول قال لي عدنان شنو هي الفكره بالضبط؟ قلت له الفكره هذا هو. فاتصل بالإدارة المجلس اللي سهلوا العمليه هذه اللي ماشي مساله هينه، ولكن حبيت نشكر زميلي اللي رغم انه انتقل من الصحافه الى مسؤوليه مهمه ما نساش انه صحفي. سيده ربما قويه، شخصيتها قويه، اللي نشوف من خلالها ايضا ابنائها وبناتها، نشوف عدنان، نشوف البنات، ونشوف كل مراه تونسيه ضحيه، لانه اليوم فما نساء في تونس وفما رجال في تونس اللي ما توصل لهمش الكاميرا وربما ما يتابعوش ما يحصل يعني على الساحة السياسية، ومش معنيين لأنهم يعملون من الساعات الأولى للصباح حتى المساء وما يفكروش، يشاهدوا ربما الأخبار وبرامج خفيفة ثم يعودوا لحياتهم العادية لأنهم ديما في بالهم العمل، لأنه ثقافة العمل ربما في تونس ما عادش عندها أولوية. أنت باقي بعدت علي. نعم. حبيت نحكي على التعبير على الإحساس نتاع المرأة اللي فقدت رجلها في إطار اختيار سياسي، وهي لليوم أنا بالنسبة لي هذه هي أولادها تطالب بحق زوجها في الكشف. نعم. عن هوية القاتلين الدمعة ربما الدمعة اللي أنا ما كنتش ما حبيتش نشوفها، الدمعة يعني فما كلمة ما حبيتش نشوفها، ما حبيتش نشوفها بعد الدمعة هذيك، ما حبيتش نشوفها بصراحة. أولادها اش قالوا لك؟ يعني كلام الكل اللي كأخ، يعني كأخ وكأخوهم الكبير، أنهم فرحوا برشا بهذا العمل واللي من خلاله أيضا يعني يتذكروا شكري ويتذكروا يتذكروا الأمنيين ويتذكروا الجنود ويتذكروا التوانسة الكل اللي ضحوا. فهم فاهمين أنه هذا العمل نحكي فيه على الحاج محمد البراهمي، ولكن فاهمين أيضا أنه من خلال هذا العمل التوانسة الكل، التوانسة الكل والشرائح الكل اللي اليوم موجودين واللي باش يكونوا موجودين من بعد، لأنه هذا العمل مش فقط توثيق لثلاثة سنوات، هو توثيق وأيضا رؤية ومحاولة لفهم ما قد يحصل في المستقبل. بالضبط. وقلت حفظ ذاكرة تونس. نعم، حفظ ذاكرة تونس، لأنه اليوم فما أحداث مهمة بالنسبة لتاريخ تونس. يكون يوم عطلة، الناس ما تعرفش علاش يوم عطلة، تسأل الصغيرة وتسأل حتى الكبير ما يعرفش علاش، يتذكر ولكن ما يعرفش علاش، لكن بعد 20 أو 30 سنة لو يكون عنده فيلم وثائقي وأفلام وثائقية أخرى يقوموا يعملوا عليها ربما زميلاتي وزملائي، ربما بعد 20 أو 30 سنة محاولة لحفظ الذاكرة. هذا الفيلم سميته كما تذكر في عدة وسائل إعلام تونسية وأجنبية هو مضاد للنسيان. باهي، مضاد للنسيان. حبيت نحكي على هالفيلم هذايا، قلت أنت في الروبورتاج وهذايا تأكدوا أنت في كل مرة أنه باش يفتح الباب أكيد، وكانت دعوتك بطريقة مباشرة وغير مباشرة للزملاء للصحفيين اللي يخدموا على عين الميدان أنهم يوثقوا بنظرة الصحفي وبعين الصحفي لكل الأحداث اللي قاعدين نعيشوا فيها. الباب هذا باش يفتح لك أبواب لوثائقيات أخرى في شتى الاختصاصات اجتماعية اقتصادية سياسية وغيرها باش تخدم عليه وتخلد تاريخ تونس
كصحفي في 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 عالم الانتاج منذ 4 سنوات، ولكن الانتاج في ربما الاخبار والتعامل مع وسائل الاعلام والتلفزيون الاجنبيه وكاله انباء ايضا، ولكن ربما يكون هذا العمل الاول اللي يفتح الباب لاعمال اخرى. وكما قلت لك يعني لن ادعي في يوم من الايام اني مخرج او اني منتج او اني لا انا صحفي، وباش نبقى بالقناعات هذه لي انا صحفي، لانه مهنه شريفه ومهنه عزيزه على قلوبنا ومهنه ضحينا على من اجلها ومازلنا مستعدين نضحيوا لانها اعطتنا الكثير. حكيت على الظروف الصعيبه اللي يخدم فيها الزملاء خاصه في الجهات ميدانيه. نعم. بعض احيانا نشوفوا تقارير في التلفزه الوطنيه في نشر الاخبار، كل المراسلين، كل المراسلين. نعم. التلفزه الوطنيه بالجهات. نعم. يعني التلفزه الوطنيه وايضا كل وسائل الاعلام التونسيه اللي ربما فيها البعض اللي ما عندهمش امكانيات، يعني نتنقلوا مرات للجهات ونشوفوا الظروف اللي يعملوا فيها، ابسط الامكانيات ماهيش موجوده، فلما نشاهدوا بعض تقاريرهم، تقارير الاخباريه، ونشوفوا الحرفيه نتاعهم ونشوفوا حبهم للمهنه، ما نجموش نلوموا عليهم لانهم يعملون في ظروف صعيبه ولكن يحبوا المهنه على قدر ما توفر من امكانيات. نعم، فتحيه لهم من خلال الوطنيه. حبيت نحكي على جانب اخر مهم في مسيرتك. نعم. انت ترجع وتحكي، حتى كان حكينا على وثائقي من نظره ومن عيون صحفي، نرجع للصحفي المتعدد التجارب، متعدد النجاحات، تخدم في اختصاصيه، تخدم مراسل عديد من القنوات، تخدم مع وكالات انباء دوليه او اجنبيه كما رويترز وغيرها، اليوم من اهم وكالات الانباء. نعم. تعدد التجارب، هل التعدد انت جريت وراه والا هو جاك بحكم اتقانك للغات وبحكم حرفيتك ومهنيتك وتعاملك ربما ميدانيا؟ والله نؤمن بالعمل ونؤمن بالخطوه خطوه، يعني ضد التسرع، فكره التسرع ما نحبهاش، وانه انسان يقوم بعده مشاريع في وقت واحد. نؤمن بانه انسان يبدا في مشروع حتى ولو كانت الفكره بسيطه، ولكن يتبع المشروع للاخر سواء نجح او فشل، يتعلم منه ويمر الى مرحله اخرى. ولكن كي تفتح جبهات، عده جبهات في وقت واحد او عده مشاريع تخدم عليهم في وقت واحد، تكون المساله معقده. فان شاء الله توفيق من عند ربي ودعم من عائلتي، دعم كبير جدا، يعني والدي، والدتي، زوجتي، أبنائك، ولادي، يعني دعم كبير جدا من على العائله وهم. على ذكر الوالد، قلت لي عدنان الشواشي ما كانش قابل انك تخوض مجال الاعلام، لكنك قررت وصريت وقريت. نعم. الاعلام في امريكا. لما رجعت من امريكا، يعني هو كان رافض فكره اني ندخل لعالم الاعلام. علش. والدي كتب في الصحافه ويكتب منذ اكثر من 30 سنه. علش. لكن يبقى فنان لانه يعرف انها مهنه نبيله ويحبها برشا هو كمهنه، ويتابع ويعرف اغلب الصحفيين الموجودين في تونس. ولكن كان رافض الفكره لانه يعرف انه عالم صعيب. قال لي ابقى في الجامعه وتحب الاعلام، درسه في الجامعه وخليك بعيد، لانه ربما العالم هذا يبعدك على فيك. نعم. قاعد يشوف الحلم نتاعك قاعد يتحقق. نعم. وخطوات قاعد تمشي فيها وفيها ثبات وفيها حرفيه. نعم. فيها مهنيه اكيد، فما هدف قاعد توصل له كما قلت خطوه خطوه، ضد التسرع وتشتت المشاريع والافكار. نعم. شنو قاعد يقول لك؟ هو يتبع ربما عن بعد وعن يقين بالخطوات اللي قاعد تخطو فيها. كلمه بركه، يقول لي بالتوفيق، يعني هذه هي اهم شيء. فما حاجه ظريفه برشا سالناها لك، قلت لك انت كعدنان الشواشي. نعم. ابن الفنان القدير، وتحيه كبيره، انا نحبه برشا ونقدره برشا، فنان عدنان الشواشي. عدنان الشواشي حلك شي ابواب بحكم علاقاته وبحكم اسمه، قلت لي ما عاوني بحتى شيء، كان بالسمعه الطيبه هذه مهمه. نعم برشا. نعم نعم، انا كي رجعت في 2011 واول ما دخلت الاختصاصيه ومن بعد بديت التجارب الاخرى، والدي كان رافض فكره اني ندخل عالم الصحافه، وبالعكس يعني يعني قال لي خليك بعيد. فربما الشيء اللي ربحته انه السمعه الطيبه، انه محبه الناس، وهذا هو الاهم شيء. انت كي تشوف العرض نتاع فيلم رحيل، بالنسبه لي انا مش العمل كعمل، ولكن ايضا محبه الزملاء والزميلات، هذاك اللي بيفادر، لانه في النهايه الاعمال تجي وتمشي ويشاهدوها ناس اليوم، وربما تتنسى، ربما تذكر بعد 20 او 30 سنه، ولكن محبه الزملاء والزميلات ومحبه الناس هي اللي تبقى، حاجه ما تتشراش في فلوس. فان شاء الله ان شاء الله نكونوا يعني اعطيناهم حقهم، وان شاء الله ونشكرهم على محبتهم. حبينا نسالوا على حاجه الناس الكل قاعده تسال فيها. ربي فضله لكم عدنان الشواشي البو، سيادتك عدنان الشواشي، عندكم زاد ولد خوكم عدنان الشواشي، وهالاسم جيناستي فوالا قاعد يتكرر وقاعد يتجدد من جيل لاخر. اكيد فما رمزيه، فما فلسفه وراء اختيار الاسم ولقب عدنان الشواشي. فلسفتكم كعائله في اختيار هالاسم؟ والله وربي فضله، والله ويدوم يعني على كما في اي عائله تونسيه اخرى، يعني لما يكون الاب خاصه بكم انتم كعائله، او الجد نحبوه فنسميوه عليه، فهذه هي. فربما دعوه حتى لو ولاد اولادنا نهار اخر نسميه على الاقل، على الاقل واحد منهم يسمي عدنان.
ربي يفضله لكم. بارك الله فيك. شكرا. ومشكور على قبول الدعوه. يشرفني انك تكون موجوده معي زميلي عدنا الشواشي. ان شاء الله بالتوفيق مزيد التالق والنجاح في تجاربك المتعده وفي هالباب الكبير اللي تحل على مصراعين صح التعبير مع الوثائقيات في اختصاصات متعدده. شكرا لك زميلي. شكرا لك. شكرا للدعوه. عايشك عدنا. شكرا لك. ميرسي. شرفني سيدي بالحضور. مرحبا بك. تحيه لزميلتي حنان بربيه اللي هي مساعدتي في الاعداد، تعويضا لساره الدعجي، ونهني ساره الدعجي اللي احتفلت بحفل زفافها لحد اللي فات، ان شاء الله ربي يهنيك وان شاء الله ربي يقوي ويساعدك. نحب نقول لكل الناس اللي قاعده تفرج فينا، وسائل الاتصال موجوده اسفل الشاشه، كل قصه نجاح شاب تونسي رغم كل الصعوبات، رغم الوضعيه الخايبه اللي نعيشوا فيها، رغم الازمات، رغم الناس اللي تحيط بيك وربما تحاول انها تكسر كما نقولوا احنا الذراعات نتاعك، ولا ما تنجمش لا ما تعملش، يصروا يكون عندهم هدف وحلم يتحقق ويكونوا موجودين بكل فخر واعتزاز يحكيوا على فكره وعلى مشروع. هذا اللي حاجتنا اليوم به في تونس لبناء تونس لينا ولاولادنا. نحب مره اخرى نذكر ونقول ونترحم بالحق لكل عائلات الناس اللي توفيت اليوم اثر الحادث المريع اللي سمعنا به واللي شفنا هالمشاهد الفظيعه اللي صار اليوم في الفحص، ونتمناو يا ربي الشفاء العاجل لكل المصابين، وان شاء الله تكون هذه خاتمه الاحزان اللي نعيشوا فيها كشعب تونسي. رمضان على الابواب ان شاء الله نهار الخميس، يا رب يكون مبارك وسعيد على كل الشعب التونسي في تونس وخارج تونس. باش نتعداو ونسمعوا ونشوف مع بعضنا قصه نجاح بلال وهيثم، زوج شبان توانسه تحصلوا على الجائزة الأولى في مهرجان البحرين بجو فيديو، اللعبة اسمها باكين تايم. هل الوليدات هذو ما عندهم مشروع، عندهم فكرة ويستحقوا للدعم، لكن احنا باش نفرحوا بهم على طريقتنا الخاصة وباش يحكيوا قصة النجاح. نتفضلوا نشوف حكاية هيثم وبلال. تفضل. باش نحاول معناها ما نخليش يوصل للتريزور في الاخر. يعني الطفل الصغير باش يكونترولي البيرسوناج نتاعو بالمونكيري هذايا، معناتها انا كي نقز البيرسوناج نتاعي ينقز غاديكا، وكي نضرب البيرسوناج نتاعي يضرب زاد غاديكا. لي مونستر اللي طلعوا هذوك غاديكا، دونك انا قاعد نحط فيهم لهنا من التليفون. دونك كل شيء كونترولي بالمايكروسوفت باند لهنا. هو ان ميني بروجي تابع القرايه. دونك بوستولينا به، بعثنا في لي كانديداتور، شاركنا به وتقبل، دونك عاودنا خدمنا عليه وعملنا ميزاجور وحاولنا خدمنا عليه باش نوصل للنيفو نتاع الكومبيتيسيون. كل واحد كان عنده فكره من الاول، حابين الزوز زوز مشينا في هنا نخدموا جو فيديو. انا عندي فكره، هو عنده فكره، دونك حاولنا نلقاو ان كومبرومي في الوسط باش نعملوا جو يعجبنا الزوز. بالطبيعه تجي فكره الاولانيه نخمو فيها، نعاودوا فكره واحده اخرى، خدمنا جو هنا المستوى الوطني في تونس ربحنا بها. حاولنا نبدلوا خاطر الكومبيتيسيون غادي كان المستوى باش يكون مش كيف كيف، دونك حاولنا عملنا ميزاجور حصلنا فيها على بالكدا، معناها عاودنا بريسك الجو من الاول، والحمد لله يا ربي وفقنا ربي. الهدف الاولاني احنا قلنا لي جو فيديو توا الصغير تلقاه وحده في بيته قاعد يلعب على الجو فيديو نتاعو بلاي ولا فاش قاعد يلعب، والولي نتاعو ما يعرفوش فاش قاعد يعمل. قلنا علاش ما نقربوش العائله لبعضها، يولي البو يلعب هو ولده والمراه تلعب هي وبنتها، دونك قربوا العلاقات بيناتهم باش يكون جو يلعب البو هو ولده كونتر بعض، واحد يلعب على التليفون واحد يلعب على البي سي. الاشكاليه نتاعنا الثانيه اللي الصغار توا بصحتهم يعني ما عادش يتحركوا برشا، دونك قلنا نعملوا ان جو اللي يزي يقرب العيله ويزيد يحرك الصغار. دونك استعملنا المونجيلي هذايا مايكروسوفت باند باش يلبسها الطفل الصغير ويبدا يتحرك، دونك البيرسوناج نتاعو بدا يتحرك فيه، يحرك فيه بدنه هو. دونك هو ينقز البيرسوناج ينقز، هو يضرب البيرسوناج يضرب. احنا واثقين اللي في تونس عندنا لي كاباسيتي باش نخلطوا. احنا الاولانيين لازم فما لي جينيراسيون اللي بعدنا لازم يطيحوا علينا، معناتها حتى كان ما روحناش بالكوب قد تربي في سياتل فما شكون بعدها نوعدك اللي فما مخاخ في تونس، دونك قد تربي لازم يجي نهار وناخذه. ملي انا صغير مغروم باللي جو فيديو اون جينيرال، معناها نلعب لي جو فيديو كي الناس الكل. كنت اتمنى زيد معناها نولي ديفلوبور نتاع جو فيديو، معناها انا نصنع لي جو اللي نلعب فيهم، خاطر كي كنت نلعب لي جو فيديو كانت فما حاجات نقول علاش ما جاتش الجو هكا، علاش ما يعملوا الجو بالفاسون هذيا. دونك كنت اتمنى نكون انا ديفلوبور نتاع جو فيديو. الحكايه هذيا وليت واقع سنين، معناها خاطر نقراو في ديفلوبمون جو فيديو نطوروا الالعاب، قلنا علاش ما نعملوش ايكيب مع بعضنا بيسكو عندنا نفس بريسك نفس الاحلام، معناها تو يزيد يحكي من بعد باش نشاركوا في كاس التخيل باش نعملوا جو فيديو مع
مع بعضنا. لقينا رواحنا متفاهمين برشا اون تونك ايكيب بويسكو نقراو مع بعضنا، عجبتنا الفكره نتاع الجو هذايا. حكينا مع بعضنا، عملنا الاهداف نتاع اللعبه هذيك كيفاش باش تجي، وبدينا معناها في المشاركه نتاعنا. من الاول كانت جوست حلمه كهو، معناها ما كنتش نتصور انا باش نجم نوصل بعيد في الحكايه هذايا. بعد بشوي كي تبدا تدخل معناها في صلب الموضوع، وتبدا بشوي كلا ديفيكولتي هذوكم تتعدى فيهم بالوحده تبدا تمن بروحك اكثر، وتولي ترى في الحلم نتاعك يقرب لك اكثر. دونك تولي تعمل ايفور اكثر، تكبس باش توصل تحقق معناها الحلم هذاك. بلال وهيثم، بلال نرحبوا بلال طباخ، ونرحبوا زادا بهيثم ستيتي. تحية أكبر على الجائزة اللي تحصلوا عليها، مرحبا بكم، شرفتونا بالحضور. كي شفنا الشيك اللي فيه 6000 دولار اللي ما يقارب 14 مليون تونسية، فرحت أكثر على خاطر وقت اللي فما دعم تاع الجائزة وفيها فلوس فيها تشجيع أكثر وفيها قيمة أكبر وحافز أكبر لكم على الخلق والإبداع. نبدأ بيك بلال، جايتك هيثم. دونك أنتم شاركتوا في مهرجان التخيل بالبحرين بالمنامة، وتحصلتوا على المرتبة الأولى بجائزة باكين تايم. هو مش مهرجان، مسابقة عملتها منظمتها شركة مايكروسوفت. عملنا جو فيديو ان 3D شاركنا به في تونس، وترشحنا للفينال باناراب للعالم العربي، وزاد ربحنا خذينا بريمير بلاس غاديك في الكاتيجوري جيمز. مبروك عليكم، هذا ما يجم يأكد كان قدرتكم على الخلق والابتكار وعلى حتى النجاح والتتويجات العربية وعلاش لا الدولية، ما انه فما مسابقة على قريب في جويه بيشاركوا بها بنفس اللعبة. لكن نحب نفهم شنو اللي حبيتوا تقولوا، شنو اللي حبيتوا تقدموا للعائلات للمجتمع من خلال هالخدمة اللي انتم تقدموها واللي هي جو باكين تايم. خصوصية هاللعبة شو تجم تقدم للعائلة التونسية او العربية او حتى الاجنبية؟ احنا ما حبينا نديفلوبي جو جوست مش نعملوا جوست ان جو، حبينا نعملوا جو باش نحلوا به مشاكل حقيقيه، حاجه في العيله معناها مشكله راهو فيها كل يوم. احنا لاحظنا اللي البو والام في جهه، الطفل الصغير يلعب في جهه، يلعب في بيته وحده، الولي نتاعو ما يعرفش ولده فاش قاعد يعمل. قلنا علاش ما نعملوش ان جو فيديو في عود باش يفرق في العيله باش يعاود يرجعهم مع بعضهم. قلنا باش نعملوا جو فيديو باش نحلوا المشكل هذه. دونك الحل المشكل الثاني اللي لقيناه، اللي الصغار ما تيمشيو يسمنوا تاو، دونك قلنا يحركوا الدم معناها مشكلتين نحلهم بجو واحد برك. دونك الولي باش يلعب بالتليفون باش يحط دي زوبستاكل، يرى في الجو من فوق يحط دي زوبستاكل، والطفل الصغير باش يلعب على البي سي، باش يلعب المونجيلا هذه جديده مايكروسوفت باند، المونجيلا الجديده نتاع مايكروسوفت، وباش يبدا ينقز ويلعب بالبيرسوناج نتاعو بالبدن نتاعو هو. معناتها كي باش يبدا ينقز البيرسوناج ينقز باش يضرب. دونك شوفوا شكون باش يشيخ على الاخر في الاخر معناها. به نجيك بالنسبه ليك انت تويكا هيثم، وقت اللي حبيتوا تسموا هاللعبه هذيا اخترتوا انه يكون عندها هدف وبعد ترفيهي اجتماعي تربوي، ولمين شمل العائله التونسيه، ربما قال شفنا انه فما قطيعه حبينا نصلحوا هذيا، فكرتوا فيه اوكي تيوريكمون بارلون والا نظريا تطبيقيا وقت اللي جيتوا تبتكروا هالاله وهالمناجل اللي موجوده في ايديكم، لقيتوا سهوله في تصميم اللعبه وانها توصل تحقق الغايه والهدف نتاعها، والا لقيتوا العديد من الصعوبات، لكن كفريق متكامل خدم على مشروع حققتوا التميز والنجاح؟ اكيد هو ديفلوبمون جو فيديو معناها خاطر تبدا ديفلوبي في الجو، دونك فما بليزيور فاز برشا مراحل تتعدى بهم. من الاول جوست تخمم في الفكره ليدي اللي باش تعمل بها الجو، لازمها تكون الجو نتاعك عندها برشا عبيد باش يلعبوها، معناها التارجت نتاعك يكون كبير برشا اللي باش يلعب جو، السيبل نتاعك اللي هما الهدف نتاعك، الهدف نتاع اللعبه. من بعد باش تبدا تخمم شنو هما الاهداف اللي باش يحققهم اللي باش يلعب الجو هذايا، اسكو فما كوتي فان في الجو، باش يعمل معناها الصعوبه نتاع الجو قداش باش يقعد وقت يلعب فيها. دونك احنا من الاول اكيد عرضتنا برشا صعوبات خاطر التكنولوجيا هذيا جديده، معناها المونجيلا هذيا ما استعملوهاش في دي جو فيديو قبل، ولا حكايه السنكرونيزاسيون بين الجو بين المونجيلا وبين البيرسوناج اللي موجود في الجو حاجه جديده.
من الاول عرضتنا برشا صعوبات، بشويه بشويه كل مره كي نلقاو حل عاونونا صحابنا في الكلاس يقراو معانا لي بروف. فين تقراو انتم؟ خلينا نعطيو تحيه للناس والفريق اللي يخدم معاكم على المشروع. احنا نقراو في اسبري 4 اني دونك نقراو 4 اني سيم موبيل، معناها نعملوا ديفلوبمون تاع لي ابليكاسيون موبيل. وبرشا عبيد من اسبري، حتى مش من اسبري، معناها ليكيب مايكروسوفت تونيزي، احمد قدور، البروفيسور رياض روبينا جوري انترناسيونال، حتى كوتي كوتشينغ معناها في البريزونتاسيون، خاطر المسابقه هذيا مش كان مشروع معناها كوتي تكنيك كهو، فما الكوتي بريزونتيشن سكيلز معناها في لقينا كوتشينغ من بروفيت في اسبري، فما فارس بن سويلح جورناليست في اكسبريس اف ام زيد عاوننا في الكوتينغ ديجيتال مانيا. يعني فريق متكامل، ترافاي نتاع ايكيب تي جي دي تونس والتتويج يستحقوا الناس الكل اللي خدمت على هالمشروع هذايا. اكيد مره اخرى مبروك عليكم. نحب نرجع لك بلال ونحكي على المحطه الجايه وعلى الكومبيتيسيون الجايه اللي باش تكون في سياتل ان شاء الله لو 28 جويليه 28 جويليه بنفس اللعبه هذايا. لكن السؤال اللي يفرض روحه، مع انه المسابقه هذه باش تكون دوليه مش عربيه، هل فما بعض التعديلات والتحويرات باش تكون في مستوى المنافسه الشديده، والا باش تمشي كيما هي وربما تاخذ المرتبه الاولى والجائزه الاولى كيما خذيتها في البحرين؟ احنا الجو نتاعنا مش كيما بدينا بها في تونس كيما مشينا بها للبحرين، خاطر كل ما النيفو يطلع لازم الجو نتاعنا زاد النيفو نتاعها يتطور. يتطور. دونك عملنا حاجه في تونس ربحنا بها، مشينا بها للبحرين ربحنا غاديكا، وان شاء الله باش نزيدوا نطوروا في الجو نتاعنا باش غاديك بيسكو النيفو يطلع زاد الجو نتاعنا لازم تطلع. ولقينا ديفي كبير توا بور لانستون، خاطر المونغيلا كيما قال هيثم مازالت جديده، مازال ما خدموش عليها برشا من الناس، دونك ديلي قصير برشا باش ماتريزيو التكنولوجي وباش نحطوها ديجا سيتي لسبي انوفون اللي عجبهم غاديك لي جوري في البحرين. هذا جديد، خاطر عمرها ما صارت المونغيلا هذه تخدم على جو، اول مره يشوفوا المونغيلا مايكروسوفت بان تخدم على جو، سيتي اون بروميير. دونك عجبتهم الكونسيبت وقالوا لنا كملوا فيه، وهذيك بقدره ربي باش نزيدوا نكملوا في ويكون عندنا سبق ربما. شنو هو الاضافه، شنو هو التحويل اللي باش يكون على الجو هذايا وقت باش يشاركوا به ان شاء الله على الصعيد الدولي؟ فماشي حاجه هكا واضحه؟ هي بور لانستون المونغيلا استعملنا كلكو فونكسيوناليتي، باش نزيدوا نستعملوا دي فونكسيوناليتي اخرين، ومازال فما حاجات باش نزيدوا اون باراليل، مازلنا نخمموا في دي زيدي باش نزيدوا برشا حاجات. حكيت على البلان ماركتينغ، طريقة التسويق لهالجائزة، ما انه هاللعبة، وانا باش نحكي بما انه الجائزة كانت موجودة في مستوى وطني، في مستوى عربي، وان شاء الله زاد يكون حصاد للجائزة على المستوى الدولي في سياتل، قدرة ربي في جويليه ان شاء الله 2015، هذه الكل أكيد باش يزيد يأكد ويبرهن على مكانتكم كمخترعين، كمبتكرين، الألعاب الفيديو، كتوانسة شباب، لكن لو بلان ماركتينغ، فما طريقة، فما استراتيجية تسويق، مع أنه الفكرة موجودة، لكن يبقى التمويل، قاعدين تخدموا على هذا باراليلمون بالتوازي مع الابتكارات والتجديد، وإلا توا في مرحلة أولى أعطينا نبتكروا، أعطينا نحطوا الملامح لهالتصميم هذايا، ومن بعد توا تجي ليكيب اللي تروج. صحيح، هو اللي في الإيماجن كاب كمسابقة. ديجا من الاول باش يوصلوا يختاروا المشروع نتاعك لازم تكون عندك ايدي ديجا كيفاش باش تعمل البلان ماركتينغ نتاعك، كيفاش باش تبيع المشروع هذايا، خاطر هو في الايماجن كاب فكره مشروع معناها باش تحاول المشروع حقيقي من بعد. دونك في المسابقه في تونس في تونيزيا لوكال فاينلز، ومن بعد في البانارام، ومن بعد في سياتل، ديما يتقيم المشروع سور بليزيور كريتير من بينهم البلان ماركتينغ. احنا خممنا بويسكو هو جو فيديو باش يبط على ويندوز ستور، معناها باش تشري بالانترنت، الجو باش تشري بالانترنت. دونك باش يكون الجو غراتوي اومود فريميوم، معناها الجو تهبطوا بلاش، ومن بعد فما حاجات يتشريو في الجو ان بيرتشيزس، معناها تنجم تشري ديزاتاك سكينز نتاع البيرسوناج، فما حاجات يتزادوا من بعد هذوك اللي باش ندخلوا بهم فلوس. خممنا زاده في الكوتي معناها كيفاش باش نعملوا التسويق نتاع البروجي، الاشهار للبروجي. دونك باش يكون سيبلي زاده لازم نشوفوا لي زيفينمون اللي فيها هما معناها نتاع جو فيديو، لي كومبيتيسيون، لي زيفينمون اللي يتلموا فيهم الجيمرز، بويسكو زاده الجو هو ماشي للي فامي، معناها باش يلعب الباغون مع ولده، دونك باش نحاولوا نوصلوا للباغون، دونك باش نشوفوا لي ريونيون، بويسكو جينيرالمون لي باغون يبداوا يخدموا، دونك باش نمشيو احنا للي باغون اترافيغ في لي ريونيون هذوكم باش نوصلوا لهم، باش نوصلوا ليدي نتاع الجو نتاعنا.
واضح. بهبيل اللي حبيت نحكي خاطر انا توا تماشيا مع الفكره اللي قالها هيثم، قال نحاولوا ان نوصلوا هالمنتوج هذايا لي بارون في اطار المناسبات والا لي كونفيرونس والا التظاهرات والا المسابقات اللي تصير واللي تعنى بالالعاب الفيديو، لا كرياسيون نتاع الالعاب الفيديو موجوده هذه في تونس. المستقبل قدامكم واضح وكبير، والا هو مجال مازال جديد وما زلتوا تتلمسوا وتتحسوا في الطريق اللي ربما تجم توصلكم للشهره ولكسب الربح الكبير. واحنا نعرفوا مستقبل التكنولوجيا الحديثه والناس اللي تخلق لي جو ولات دي ازارشي ملياردير ولا دي مليونير على خاطر ابتكر جو واحده. مستقبل في تونس كيما البرا ولا ديفلوبمون كوميونيتي نتاع ديفلوبمون تاع لي جو فيديو كو في تونس ولا في العالم العربي مازالت مش متطوره برشا. دونك بور لانستون فما دي زورغانيزاسيون قاعدين يحاولوا يعملوا دي كوميونيتي. فما تي جي دي عطيها الصحه قاعده تعمل في دي تحاول تعمل كوميونيتي، تحاول تعمل دي ديفلوبور، تحاول توصل لي ديفلوبور، تحاول تقيديهم. ديجا عاونونا في الجو نتاعنا. دونك بور لانستون قاعدين نشوفوا كيفاش باش نوصلوا لي بارون، نوصلوا نستعملوا لي زيفينمون تاع لي جو فيديو. حبيت نوضح بالنسبه للجامعه اللي تقراوا فيها اللي هي اسبري، فين بالضبط على خاطر فما شكون اتصل بينا وحب يعرف فين الجامعه هذه؟ في الغزاله. في حي الغزاله. حي الغزاله. باهي، حبيت نرجع لهنا. بالنسبه لكم انتوما، بالنسبه لكم هذا التتويج هذايا، التتويج هذايا وقت اللي جاي لكم كشباب بالمبلغ هذايا، ما نعرفش النية ولات أكثر واضحة بالنسبة لكم باش نستثمر أفكاري، باش نستثمر حياتي في المشروع هذايا، وإلا باقي فيما تذبذب في أفكاركم. باش تواصلوا في السنية هذه؟ إن شاء الله بقدرة ربي لازمنا نواصلوا في هذيك، وحتى المرابح اللي ربحناهم هذيك الشيك نتاع 600 دولار قلت أنا عليه باش نحاولوا نوظفوه، باش نوصلوا باش نعملوا كوميونيكاسيون للجو نتاعنا، باش نحاولوا نلانسوا باش نستخدموا المبلغ هذايا في ترويج في البلان ماركتينغ اللي كنت تحكي عليه. بالضبط. مش تحط في الجيب ولا في الفواياجات ولا في السفريات. هكاك. حبيت نسالك على حاجه اللي هي نظره الناس ليكم بعد ما توجتوا، نظره الزملاء ليكم اللي ربما ما كانش عندهم تقدير للموهبه اللي موجوده فيكم بعد هالتتويج على مستوى محلي وعربي وان شاء الله دولي، اختلفت النظره، اختلف التعامل والتقدير والتقييم ليكم كمخترعين لجو؟ فوالا ديجا هو بويسكو جاي في الدومين نتاع ديفلوبمون جو فيديو اللي هو ديجا مازلت برشا عبيد ما تعرفش عليه. ديجا معناها يسالونا عملت جو اش معناها عملت جو، انت صنعتها انت عملتها. مازال الدومين نتاع ديفلوبمون جو فيديو ماهوش معروف برشا. اكيد معناها باش يكون عنده سادي به الحكايه باش تشجع برشا عبيد اخرين ما باش يكونوا ديفلوبوري جو فيديو، خاطر برشا يخافوا من الدومين هذا خاطر يطلب برشا دي كومبيتونس كوتي ديزاين كوتي ديفلوبمون. نحب نرجع حكاية الديفلوبمون جو فيديو معناها كدومين باغ اكزومبل جو ويتشر 3 اللي طلعت ليكيب اللي عملت الجو هذايا هما من بولندا، جيهم الوزير الاول نتاع بولندا باش يهنيهم معناها اللي هما عملوا الجو هذايا. انت حرقت السؤال اللي كنت باش نساله، باش نقول لك وقت اللي خديتوا هالتتويجات وهالجوائز تم الاحتفاء بكم كقدرات بشريه كتوانسه شباب مبدع والا مريتوا مرور الكرام بعد هالتتويجات هذايا؟ اكيد ديجا معناها ديك وصلنا للمطار وقتها كان في استقبالنا وزير الشباب والرياضه معناها في المطار. ديجا من بعد معناها عندنا امكانيه نتاع بارتنرشيب مثلا ديجيتال مانيا الانتربريز هذايا نتاع ديفلوبمون جو فيديو في تونس اللي ديجا قبل ما نطلعوا البحرين عرضت علينا البارتنرشيب شراكه معناها باش احنا نخدموا الجو هما معناها يتبنيونا. دونك بون مازالت الحكايه ما طورتش خاطر مازلنا نخدموا على الجو، مازال ما فماش مشروع حقيقي لكن تحركت الامور. تحركت الامور اي خير من قبل معناها. مازال ديفلوبمون جو فيديو مازال في تونس ناقصوا برشا معناها. باغ اكزومبل سالتوا على ليزيفينمون في تونس فما الجلوبال جيم جام هذا ليفينمون اللي يصير في العالم كامل في نفس اللحظه معناها في الدول الكل يتلموا لي ديفلوبور بوندون 48 اور باش يعملوا جو فيديو. مازالت فما ناقصه برشا ديزيفينمون من النوع هذايا خاطر سيرتو ناقص سبونسورينغ معناها. مازالوا العباد ما يعرفوش اللي ديفلوبمون جو فيديو سي كيلكو شوز اللي تجيب فيها دبر بها برشا فلوس واللي هي توصل لبرشا عباد. اكيد دونك مازال ناقصوا سبونسورينغ والعباد يتلهوا به اكثر معناها. باهي على ذكر عقليه الناس وعلى ذكر اهتمام الناس باللي جو فيديو هذايا، وقت اللي انتم تبداو كشباب قاعدين مع زملائكم كشباب في قاعده في سهريه في مكتب في قرايه وتحكيوا على لي جو ابتكارات لي جو، تحس الناس قاعده تفهم فيكم شنو تحبوا تعملوا وفين تحبوا توصلوا والا ياخذوكم على محمل غير جدي بمعنى اش قاعد تعمل؟ هذه جو
تضيع على الوقت. كي كنا صغار كنا لعبنا دي جو فيديو معناتها كيسو باكمان سوبر ماريو كنا لعبناهم لي جو هذوما وفرد جينيراسيون نحن حتى كي نحكيو لمرة باش نعملوا ان جو فيديو ولا قاعدين نخدموا في ان جو فيديو معناتها الانتوراج نتاعنا يلقاها انتريسونت الحكايه يحاولوا يعطيونا هما دي زيدي يقول لي علاش هذيك علاش عملتها هكا علاش ما تعملش هكا. لقيت التأييد والتشجيع من الناس اللي دايره بيكم. اي معناتها شو الكلمه اللي تقولها لكل شاب تونسي ربما عنده قدره او عنده فرصه باش يبرز باش يحقق مشروع مبني اصلا ونابع اصلا من غرامه لكنه مازال متردد بعد التجربه اللي خذتها انت شخصيا. انه ما يخافش خاطر عندك فكره فكره بها اعرضها على العباد خذ راي العباد ديما تحاول ديما خذ لونتوراج نتاعك احكي مع لونتوراج نتاعك وديما ما تخافش معناتها عندك حاجه خذ تربي توصل بها وما ما تايسش. هيثم المساج نتاعي اللي هو اذا كان عندك حلم معناها ما تعرفش عليها وقتاش تجي اللحظه اللي باش توصل تحقق فيها خاطر باغ اكزومبل في جو فيديو من قبل نحب نكون ديفلوبر جو فيديو ما كنتش نتصور اللي باش تجيني الفرصه باش نشارك في ليماجن كاب وترافيغ البارتيسيباسيون هذيك الجو نتاعي باش توصل يولي عندها صدى عالمي باش نمشي بها لسياتل دونك ديما اذا كان عندك حلم تبعوا للاخر ما تعرفش وقتاش تجي اللحظه اللي باش تحقق فيها الحلم هذاك. هذا اللي نستحقوا ان نقولوه اليوم. هذه هي ثقتنا في الشباب التونسي المبدع اللي قادر انه يفك بلاصتو اللي قادر انه يهز علم تونس في احسن المحافل واكبر المناسبات العربيه والدوليه وترجع بكل فخر واعتزاز بتتويجات وبمراتب اولى وما نرضاوش كان بالمراتب الاولى. مشكورين واحنا فخورين جدا جدا بكم. بلال الطباخ هيثم ستيتي تحيه كبيره لهم على هالتتويج في مسابقه تخيب البحرين بالمنامه بجو فيديو اللي عملوه واللي اسمه باكين تايم. نتمنوا لهم ان شاء الله يا ربي النجاح والتوفيق في المسابقه اللي باش تصير في سياتل بتاريخ 28 جويليه 2015. نتعداو لحكايتنا الثالثه، حكايه سمر شابه تونسيه تقريبا عمرها 20 سنه لكنها اختارت انها تخوض مجال عارضات الازياء والا تكون موديل، ومن خلال هالاختيار لهالمهنه هذيا قررت انها تقدم احسن صوره للمراه التونسيه وربما تبدل شويه من عقليه هالقطاع اللي فيه برشا حاجات حسب ما قالته هي ما تعجبش وما يشرفهاش. هذا الكل نجم نشوفوه من خلال ريبورتاج وراجعين وباش نفهموا عقليه لي توب موديل والا الموديل حاليا في تونس. فما مستقبل، فما افاق، فما قطاع نجم نحكيو عليه والا لا؟ هذا الكل نفهموه بعد ما نشوفوا هالريبورتاج. تفضل. نخدم هوني في تونس موديلي مانكان ومبتدئة هكا في السينما كل شيء. حلمي معناتها باش نكون مانكان انترناسيونال. نحب نعمل برشا حكايات لبلادي، ما نحبش نكون جوست مانكان انترناسيونال وكا هاو. ما نحبش العباد تغزر لي معناتها ك يعني مرا مزيانه ولا معناتها بدن مزيان وكا هاو، فهمت؟ في تونس معناتها مازلنا ماناش عاطينو قدر الدومين هذايا لهنا. اي واحد معناها يحل اجونس يقول لك ما عرفش مانكانات وتقاعم في كاستينغات وبنات قاعده تخدم معناتها بلاش فلوس، اعطيني جوست نوري روحي نوري تصويرتي. عباد قاعده تشتغل في البنات هذوك وفي برشا حكايات اخرين. مي كدومين هوني معناها مازال مش معطر بالكل، ونحب معناها حتى كيف نوصل مش نوصل معناتها جوست معناتها لينا. نحب نوصل معناها نحب نوصل باش نجم نعمل حاجه للعباد، خاطر انا هكا وانا مش معروفه مش درا شنو معناتها صوتي ما نجمش يتسمع، بينما كي باش نكون مانكان انترناسيونال باش نجم نعمل برشا حكايات ان شاء الله لبلادي. مراه يعني ما تنجمش تقعد مراه كيما يراوها رجال معناتها، لا مراه مخ، مراه شخصيه، مراه تنجم تواصل الميساج نتاعها، تنجم تبدل كل شيء، علاش لا؟ انا بار المانكينا عندي زاده موهبه التمثيل وان شاء الله زاده باش نجم نوصل اكثر من هكا، وقاعده نحاول ان شاء الله ربي يقدرني. نقول للشباب معناتها ما يسالش حتى كان ما عندكش لي مويا ولا يحكيه، حاول حاول باش توصل معناتها باللي عندك وربي راهو معاك. سمر بكارة مرحبا، تفضل. مرحبا بك يلا، تفضل، شرفتنا. ميرسي. دونك سمر جيتنا واليوم والاول مره انا بالنسبه لي في هالبرنامج الاجتماعي باش نحكيو على قطاع او مجال المانكينه عارضه الازياء في تونس. دونك شنو نجم نعرف عليك؟
كيفاش دخلت لهالمجال؟ شكون اللي شجعك على الدخول لهذا المجال؟ ملي انا صغيره يستهويني برشا المجال هذا، يعني حتى تقني في الدار تفرجت التلفزه ولا حكايه صغيره ملي فما حد شيء نلبس تالون تقني نقلد فيهم كذا، يعني يعجبوني على الاخر. بعد معني لقيت تشجيع من ماما، لقيت تشجيع من بابا، فهموني، عطاو فيا ثقه، حاولوا معني باش يدفعوني قدام. دونك وقتها قررت اني باش نهبط لتونس ونحب معني نبدا في الدومين هذا. عمينا بديت معناها من الاول في منزل تميم. انت بديت في البلاصه اللي تنتمي لها اللي هي منزل تميم قليبيا، دونك انت معروفه على النطاق الجهوي هذايا بانك مانكا، دونك عيطوا لك وقت اللي فما كليبات باش تصور، فما عروض ازياء باش تتقدم، فما دي فيديو والا فما اي اشهار، دونك يتم استدعائك باش تقدم المنتوج هذايا. خلال التجربه واللي هي متعده في الكليبات، في التصوير، في عروض الازياء، شنو لقيتوا وكيفاش لقيت هالمجال اجمالا؟ فما تقدير يعني للعارضه واحترام ليها ولذاتها ولحضورها كمهنه مستقله الذات، والا فما تهميش للقطاع ككل وللمهنه هذيا؟ هو تنجم تقول على الدومين هذا اللي هو مهمش اكثر منه مأطر، يعني فما عباد تحترم الخدمه نتاعك، معناتها فما عباد تحترمك، فما عباد لا. انا نخدم مع العباد البروفيسيونيل، العباد اللي تنجم تحترمني، نلقى معناتها معاهم معناها قادرين، نلقى معاهم معناها الخدمه اللي انا نحب عليها، سينو ما نجمش معناتها نكون معاهم. فما اساليب، فما معاملات ربما تنجم تحكي عليها وتحبش انت تحكي عليها، تمسك كعارضه وقت اللي تمشي باش تخدم على اساس انك توصل فكره، توصل تصويره وتبيع ربما وتسوق الايماج نتاعك كسماره اللي تحب تكون عارف ازياء دوليه. كي نمشي انا حتى في ديفيلي ولا شوتينغ نلقى بنات داخلين ما فاهمين حتى شيء، معناتها تنجم تقول لها تنجم تمشي، جوست تمشي ما تعملي حتى شيء، لا بوز لا ما تلقاهاش، معناتها مش عامله فورماسيون نتاعها، مش حاضره، معناها جوست داخله هكاك. انت فين خذيت التأطير؟ انا التأطير اضطرني السيد حاتم مراد وايمن مجوجي وعدنان الزموري، لقيت منهم برشا تأطير وبرشا نصايح، فادوني على الاخر في الحكايه. تحيه لايمن مجوجي اكيد قاعد يتفرج فينا، واكيد الناس الكل في تجربه اليوم زملائنا قاعدين يتفرجوا فينا. شرفنا بالحق هالحضور اللي هو بالحق نعرف ان انتم قاعدين تتبعوا ومشكورين على هالوفاء لنا كبرنامج اجتماعي. دونك انا حبيت نسالك على طموحك باش انك تولي النجمه في عروض الازياء وتطمح الى النجوميه والى الخروج خارج تونس. تجربتك ما زالت صغيره لكن الرؤيه نتاعك واضحه وتحب توصل لابعد الحدود. بالطبيعه، اما قبل هذا نحب نزيد نحكي على السؤال اللي سالته لي قبل خاطر مهم برشا. اللي هو؟ نحب نقول للبنات اللي قدي واللي حتى اصغر مني اللي تحب تدخل للدومين هذا، هو ماهوش دومين معناتها سافا با، لا دومين باهي. لازمنا نعطيو عليه فكره باهي خاطر دومين باهي. اما ما كيف تدخل اعرف مع شكون تدخل. كي باش تدخل معناتها يلزمك تعرف معناتها مع شكون باش تخدم، يعني تحاول تلقى شكون لونفيرونمون والا المحيط والناس اللي هما مهنيين وحرفيين يتعاملوا مع عارضات الازياء بحرفيه. نعم. علاش فما دخلاء على الميدان والا على المجال نتاعكم؟ خاطر اي حد بحكم تجربتك؟ اي بحكم تجربتي معناتها فما معناتها اي انسان ينجم يحل معناتها جونس وكاستينغ ودرا شنو، بنات الكل معناتها تلقاها ماشي على اساس كاستينغ على اساس خدمه، معناتها هذا الكل ما فما منه حتى شيء. كيما تنجم تخدم معاه وما تاخذش فلوسك، وبار ما تاخذش فلوسك ما يعطيوكش قدرك، فهمت؟ معناها يغزر لك جوست مان كان دونك هاو، معناتها هذه العقليه نتاعهم. شنو اللي تحب انت توصل كفكره من خلالك انت كعارضه ازياء؟ انت حكيت على انك توصل احسن تصويره للمراه التونسيه، انك تحلق نحو النجوميه والعالميه بانك سمر التونسيه. انا كي نحب نوصل ما نحبش نوصل على خاطري انا كهاو، نحب نوصل على باش نوصل صوت برشا عبيد، معناتها العبيد اللي العبيد اللي محتاجه معناتها باش نوصل اصواتها، كيف مع عبيد معناتها مهمشه ولا عبيد معناتها ما لقيتش بالضبط. انت قلت في الروبورتاج نجم نحكي 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 وما يسمعني حتى حد. وي لكن كانت عادة كممثلة او كعارضه ازياء او كشخصيه معروفه ومتداوله يجم المساج نتاعي يوصل. علاش هذا حسيته وهذا عشته وفكرت ما كانش مسموع؟ كان حد يفهمك في صغرك؟ صحيح. علاش؟ ربما شنو هو المشكل الاشكاليات اللي تعرضت لها؟
لا ما تعرضتش لاشكاليات، مي انا في مخي كان انا باش نكون انسانه معروفه، نجم نحسن صوره بلادي، نجم نواصل اصوات برشا عباد. وهذه هي الفئات اللي تحب تخدم عليهم وتكون ربما انت لو بورت باغول والا الناطق الرسمي باسمهم، الفقراء، المهمشين، صحيح، المحتاجين، المتشردين. دونك شكون الفئه اللي تحب تخدم عليها؟ عندك رؤيه واضحه والا بالنسبه ليك اي انسان محروم معدوم هو الوجهه نتاعك؟ انا مع كل انسان ما لقاش حظه في الدنيا هذه ولا محتاج الاعانه، معناتها اي اعانه معناتها. شنو تجم تقول لكل الفتيات اللي مغرومين بمجال عارضات الازياء بهالقطاع هذايا اللي باقي مازال يشكو من الهنات، لكنه قطاع موجود فيه عارضات ازياء تونسيه محترمه وحلقت حتى للعالميه ويخدموا مع مصممي ازياء معروفين، شنو تجم تقول للبنات اللي ربما مش فاهمين فين باش يحطوا ساقيهم مع شكون باش يحطوا ساقيهم في هالمجال؟ البنات هذم جوست يلقاو شكون ياثرهم باش ما يدخلوش هكاك، باش ما يدخلوش في حكايات اخرى. وكهو معناه القطاع هذا قطاع باهي وتنجم توصل فيه وتحقق الحلم نتاعك. حلمك شنو سمر؟ حلمي نتاعي نكون مانكا انترناسيونال، وعلاش ليه ممثله معروفه؟ خاطر بالحق معناه بكل شفافيه نحب نواصل اصوات برشا عباد. علاش ليه معناتها؟ اني نجمل حتى صوره تونس معناتها اللي هي بلادي. انت حكيت على المراه ونظره الرجال للمراه وقت اللي تكون جميله وفاتنا، حبيت تقول انه المراه مش كان جسد لكن المراه عقل وروح وتجم تكون فلسفه ورساله موجهه. بالطبيعه بطبيعه الحال، خاطر مانكا ما تقتصرش جوست انا باش تمشي لك سور بوديوم ولا لا، معناتها مش هذه المراه، معناتها مش معلق جوست معناتها هكا حوايج قاعد انت تتفرج فيها وكها، والمراه عندها عقل، عندها شخصيه، عندها برشا حكايات مزيانه معناتها اللي نجموا نستثمروا. شكرا ليك سمر بكارة على هالأطلالة وعلى الدرشة بخصوص الحلم نتاعك انك تكون نجمة وعارضة ازياء دولية تحقق النجومية وتخوض المجال للتمثيل ربما من خلال تجارب متعددة ومختلفة مع العديد من المخرجين. فرصة سعيدة لي انك تكون موجودة تحكي على التجربة القصيرة لكن الحلم فيها كبير، والأول مرة نتعلمه والا الأول مرة نتعرضوا لقطاع المانكينا وعارضات الازياء. مشكوره يلا، ان شاء الله مزيد التوفيق، ان شاء الله اللي تحلم به تحقق. شكرا لك سمر بكارة، شكرا للعياري، عايشة شكرا للعياري كوتش البرنامج. اهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي. شنو الاحوال؟ زرنا البرنامج. والله لاباس الحمد لله. تعدد معنا اليوم دونك العديد من الحكايات اللي فيها نسب النجاح متفاوته. بدينا مع عدنان الشواشي اللي هو زميل الصحفي اللي حكي على رحيل، واللي هو كصحفي محترم وعنده العديد من التجارب، تجارب فيها العديد من محطات النجاح. حكينا على هيثم وبلال اللي هم مخترعين شبان، واللي بالجائزه اللي تحصلوا عليها في مهرجان البحرين اكيد وراها جائزه اخرى في سياتل ان شاء الله جويه 2015 بجو فيديو يقرب العلاقات بين العائلات. وحكينا على حلم سمر اللي هي شابه تونسيه مازالت كي بدات المشوار في مجال عارضات الازياء، طموحها كبير للنجوميه، ربما قالت انه من خلال تصويره نتاع نجمه تجم تبلغ صوتها وصوت المحرومين. ثلاث حكايات مختلفه وراها اكيد عقليه وفلسفه ورؤيه وحلم تحقق والا قاعد يتحقق. يعطيك الصحه اميره. اول حاجه قريب باش نستقبلوا رمضان ان شاء الله، نهار الخميس ان شاء الله، هذا نهار الخميس، نقول رمضان كريم وكل عام ان شاء الله يتفرجوا فينا الكل الساده المتفرجين والامه العربيه الاسلاميه بالصحه والعافيه. بالصحه والعافيه، وان شاء الله يا ربي ما يعاودش علينا الاعوام اللي عشناهم. توا احنا نتكلموا واحنا اليوم عشنا فاجعة كبيرة أميرة، رغم الألم اللي عشناه اليوم في منطقة العمايم والفحص، أكثر من 20 موتى و90 مجاريح، البارح زاد عشنا كيف كيف شوية إرهاب، رغم ذلك الكل نقول للتوانسة ما تخليش الألم يخيم عليكم. لكن للأسف شكري للأسف أي. الحقيقة أي. الغمة والغصة صحيح. وخيبة الأمل مطبقة على صدور التوانسة الكل، فين ما تمشي ما تشوف كان الحسرة كان التنهيدة، شفنا الصور المفزعة اليوم، الحادث الرهيب اللي صار في الفحص، الناس اللي راكبه باش تمشي تخدم على روحها تلقى روحها من بعد مطيشه اشلاء اشلاء على حافه الطريق، وضعيه مزريه رهيبه.
لكن هذا واقع وان شاء الله هذا حد الباس. مره اخرى تعازينا العائلات الناس اللي تفقدت، وان شاء الله بشفاء لكل المجاريح اللي موجودين ويتلقاه في العلاجات في مختلف مستشفيات الجمهوريه التونسيه اللي هي ناقصه العديد من الامكانيات واللي في كل مره نحكيوا عليها للاسف. هو المهم رغم الالام ورغم المحن راهو ديما وراء كل محنه ثم منحه عاطيها لنا ربي. ديما كل مشكل يجيك لازم وقت فركس لازم شي يعطيك ربي راهو حاجه معينه. لهذا بشويه صبر وشويه حكمه وشويه رجد، لانه احنا زاد المجتمع في وسط الغليان هذايا كانه فقدنا شويه من الرجد والحكمه نتاعنا. لهذا نقول للشباب اللي تفرجوا فينا توا واللي احنا محتاجين لضخه امل حقيقيه، لابد من توحيد الصف وتوحيد الهدف باش نوصلوا كنا لبر الامان. تونس قاعده تعرض لمحاولات الحقيقه هي توا قاطره الامه العربيه في الثورات وهي الناجحه تقريبا، يراد لها انها تتفتت من داخل وانه ما تنجحش. لهذا رساله للناس اللي تفرجوا فيا، قليل من الهدوء والرشد، ما نخليوش نعيشوا في هالهستيريا نتاع الغم والهم اللي كنت تحكي عليها. ما نخليوش المصطلح اللي يجم يوصف هالاحساس الرهيب اللي عايشينه كتوانس، لكن هذا ما يجمش يقمعنا، ما يجمش يركعنا. هذا هو مواصلين ومواصلين مواصلين رغم الشهداء ورغم ما نعطيو من ارواحنا ومن فاتوره اعصابنا وكل شيء، نعطيهم كل شيء قادرين الا الوطن هذا بحول الله ما يتعطاش لحتى حد. ورساله زاد نقولها للسياسيين بالله وقيد توا باش تفكروا في المسار الحقيقي لانقاذ هالبلاد ولعطاها ضخه امل. لابد من تواصل ناجع وجيد بكل الحكومات بكل معارضتها برلماتها كل شيء، كي نحكيو خطاب هذا وخطاب يبث الامل وخطاب حقيقي، خطاب ينتظروا الشعب، لانه الشعب محبط، لانه ثم انتظارات وثم انجازات. المسافة الفاصلة بين الانتظارات ما كانتش عند حدود الإنجازات ولا شوية أحباط. لهذا كما نقول للطبقة السياسية زاد كثير من القوة والحكمة والتحلي بالتواصل الناجع، إنكم تخاطبوا الشعب من القلب للقلب تو الشعب يفهمكم. ونقولوا زاد للشعب في نفس الوقت كثير من الأمل، وهكا نجموا ننجحوا كما نجحوا النخبة اللي عديتهم اليوم، وهي نخبة وشريحة باية من الشباب. أميرة نبدأ بعدين الشويش التنشأة الفنية راهو من الصغر راهي تجي يا أمير. راهو السمات القاعدية نتاع الشاب كي تكبر والكهل تتبنى من عامين لسبع سنين. شنو خذا بالضبط؟ لأنه وقتها عنده قدرة كبيرة برشا على الاستيعاب وقدرة على أنه يكون عبقري. لهذا هو عدنان الشاويشي تربى في بيئة فنية، تربى مع أبوه عظيم فنان لتوا نسمعوا له وسمعنا له واحنا صغار، وكان راجل محلاه بتربيته بأخلاقه بعلاقاته ما نجم كان يعطي تواضعه فوق هذا الكل. التواضع اللي انا احترم فيه تواضعه كفنان بالضبط. قام من ابرز واحسن الملحنين الشعراء والمغنيين، فنان عدنان الشواشي، وهي نتيجه وحصيله التربيه والثقافه نلقاها في اولاده واولاد اولاده اكيد. قد يا اميره ما تربي وقد ما تعطي الذائقه الفنيه من الصغرى، قد ما ولدك ينشا على توا ثم ماده من المواد التي تدرس في كبريات الجامعه هي التدرب على الذائقه الفنيه وعلى تنميه تطوير التذوق الفني. لانه ولدك اذا كان تربيه يعرف يتذوق كي يتفرج في فيلم، يتذوق كي يقرا قصيده ويقرا شعر، كي تهزه المعرض، كي تمد له كتاب، كي يشوف لوحه، كي تربيه على الذائقه الفنيه استحاله باش تلقى واحد منحرف ولا ارهابي ولا يمشي لسوريا ولا لداعش، استحاله. ما تلقى قدامك كان أجيال قادرة على الإبداع والامتياز وعلى اضطلاع مسؤولياتها الإبداعية فضلا عن الإنسانية. لهذا الحقيقة التربية على التذوق الفني احنا نسيناه، وقع نوع من الترهل في الحواس نتاعنا. شنو يلزمنا نعم؟ يلزمنا نربي صغارنا على الذائقة الفنية، كي نهزوا المعرض، كي نهدي له كتاب، كي يسمع أغنية، تو نسمع أغاني ونقراه ساعات شعر ولن نتذوق، ولم نتذوق، لأنه الحواس نتاعنا لم تعد قادرة على التذوق هذه التموجات الإبداعية. لهذا لابد تربية الذوق يكون من الصغرى، مادة من المواد التي لابد أن تدرس في المدارس الابتدائية، وإحنا نعيش أزمة المدرسة الابتدائية اليوم، وإن شاء الله ربي يخرجنا منها سالمين. أكيد والله. خاطر فعلاً إذا تحب تضرب الشعب أضرب التعليم في المنظومة التربوية نتاعه، وأضرب التعليم ينهار يتفش
وبعد يتفتت وبعد يتفكك. ليزي احنا عرضة لكل المؤامرات اللي تحب تفكك تونس وتحب تفتتها. ليزي احنا في الداخل هناك صراعات يعني وتلسونات سياسية وتشدقات الحقيقة مش وقتها. توا الأمن الوطني والقومي كنا نحط اليد في اليد، ننساو الخلافات والاختلافات الجزئية، نقولوا تونس اليوم مسؤول عليها كل واحد، تكون سياسي ولا تكون مدني ولا تكون إنسان، أنت مسؤول على هالبلاد هذية من غير الوطنية الكاذبة، لأنها الملاذ الأخير للأوغاد. لابد اليوم كل واحد يعيد ظرف التاريخ اللي قاعدين مروا به. تونس تمر بهجمة حقيقية. لأول مرة تشوفوني متحمس وأنا نعدم تنمية بشرية ومتفائل ومحلاني وكذا، يلزمني نقول هالكلمة ذي ونبعث رسالة. الأنبوبة الحمراء شعلت. بيان سور، كان كنا نقولوا الأنبوبة الصفر. توا الأنبوبة الحمراء بدات تشعل. وين ماشيين؟ أنا يظهر لي محبة هالبلاد، يلزمها تكون مزروعة في الصغار وفي الكبار سواسية، لكن هالمحبة اللي متفاوتة الدرجات واللي هالتفاوت هذايا خلى ناس ربما تحاول أنها تبيع وإلا تتلاعب وإلا تحاول كما قلت أنها تكذب. والا تتجاوز صلاحياتها، كيفاش نجم نرجعوهم؟ كيفاش يلزم يحبوا ويستحفظوا على بلادهم اللي هي ملاذهم الاول والاخير في نهايه المطاف؟ بالضبط، ما هو ثم مثل يقول ومن الحب ما قتل. ما قتل. ساعات واحد تحبه لكن تجي تعمل له حكايه باهية تضره. لهذا كي تحبه حبه بحقيقه، يعني اش معناها تحب البلاد؟ من غير جهويات، من غير طائفيات، من غير حسابات، من غير حسابات ومن غير مزايدات. وشنو تعطي لهالبلاد؟ محتاجين الأمل والعمل، ونقصوا من الجدل لكل الطبقات. نقولها الأمل والعمل دون جدل، دون جدل، لا بون غوسيت اكزاكتومون. وقبيلة أشوفك الأولاد محلاهم في صناعة الأفكار، احنا ديما نحكيو عليها أمير، أنهم لي جو فيديو اللي قاعدين يجيونا اليوم من اليابان ونستوردوا فيهم بأموال طائلة، خصوصية تونسية باكين تايم، أنه يلم شمل العائلة التونسية اللي شافها تفتت، وأنهم يلعبوا على حركية الطفل اللي شافوه قاعدين يلاحظوا أنه من جيل الآخر قاعدين يسمنوا يسمنوا يسمنوا، وهما قاعدين باللي تابلات على التلفزة يلعبوا وما يتحركوش، ضربوا عصفورين بحجرة. ولهنا فما فكرة، فما تميز، فما ابتكار، وفما تتويج على مستوى محلي عربي وان شاء الله دولي. يعطيك الصحة. وعمرهم صغار 25 سنة. فريمون هذايا بالحق اللي حشنا به اليوم في تونس، صناعة الأفكار واللي جو النبعة نتاعنا. شو قال لك اخترع جو معناها وقع تتويج عالميا وعربيا، لأنه أعطاه دفق جديد. قبل أنا باش نقول الإدمان الإلكتروني أنا ديما نعارض فيه، لأنه حتى لجو فيديو لازمك تختار بالضبط شنو تلعب. لجو قاعدين يجيونا مستوردين فيهم إيحاءات تاع عنف، فيهم إيحاءات جنسية أحيانا. ثم الكبار ما تفيقوش لكن الصغير يفيق. في 40 ثانية يعدي لك 36 ميساج يا أميرة. دراسات علمية قاعدة تثبت وقاعدة توري في حاجات خطيرة برشا. دونك أنا من نجمو كان نقولوا تشجعوا الشباب اللي يعمل لي جو اللي هما على إيقاع التونسي الودود، على إيقاع التونسي اللي يحب يتحرك يقعد يبكبك في كرسي ما باش يسمن، باش يصاب بالتبلد الذهني، بالتلبد الدماغي، باش يقعد مبكبك وهو قاعد يتفرج ويلعب، يلعب في دور مفعول به. إذا لابد يساهم هو في اللعب ويكون هو بيدو زيد فاعل ويكون متحرك أصلا، ما يكونش باث أو متقبل، يكون باث ومتقبل. لهذا هذه الفكرة عجبتني برشا، تدخل في صناعة الأفكار. واليوم أغنياء العالم مش اللي بيعودوا اللي بخدوين تاع الماكلة، هما اللي بيعودوا الفكرة. بالضبط. الهند فقيرة ولا الهند بلاد فقيرة، لكن الهند الثانية عالمية اليوم في بيع عن البرامج العالمية للوجيسيال والبرامج، لأنه ما عندها أدمغة. القات فيش تقول أنا نستثمر، استثمرت في صناعة الذكاء. تونس اليوم ما عندناش برشا موارد، لكن عندنا موارد ذكية، عندنا طاقات رهيبة، عندنا قدرات، ولكن هذه قدرات لم تفعل، تخرج من حيز الفعل إلى حيز القوة. لابد من استثمار هذه القدرات، توظيفها وحسن استغلالها حتى تعطي المنتوج نتاعها الحقيقي. باهي نتعداو النقطة مهمة برشا اللي هو رمضان كما قلنا على الأبواب. وسلاح ما نعرفش انا اي مواطن في رمضان باش يجم يعدي هالشهر البذيل هذايا وهو داير بالاحباب والاصحاب من غير عرك من غير خلافات. شهر التسامح، شهر المحبه، شهر الخلوه مع رب العالمين، انك تعطيه ويعطيك. هو افضل شهر في السنه اعطاها رب العالمين لكل مسلم ولكل مؤمن. دونك كيفاش نجموا نرجعوا هالمحبه؟ كيفاش نجموا ندوروا ونكونوا مع بعضنا عائله ومن عائله شعب كله موحد في هالشهر البذيل؟ وهي احسن فرصه. سؤال في غايه الاهميه. صح أميرة، الموضوع هذا رمضان هو ثوره حقيقه وبركان حقيقي على النفس بشهواتها بطمعها بنزاعاتها بغرائزها بكل شيء. هو ثوره، اذا احنا قدرنا عملنا الثوره السياسيه بها
الثورة الثقافية إن شاء الله قاعدة تعمل على طبع. توا الثورة الروحية إنك تعملها على الذات متاعك. إذا أنت قادر إنك تكبد ذاتك من الماكلة ومن الشرب ومن الجنس ومن المتعة ومن الكلام ومن كل شيء، فإنك قادر تسيطر على العالم. وذيك علاش قاوموا ديننا وقاوموا رمضان، لأنه رمضان فيه قوة روحية. احنا ديما كنا نحكيوا على اللياقة البدنية، لكن ما حكيناش على اللياقة الروحية. في رمضان فرصتك إعادة أو استعادة لياقتك الروحية واطلاعك مسؤوليتك الوجودية على أكمل وجه بفيض من التسامح، العلاقات الطيبة. ابدأ بنفسك، غير يا سيدي. أنت عندك قلبك فيه شوية نكت كحل، عندك شوية من العائلة شكون قلقك، عندك شوية شكون من الخدمة كذا، يا سيدي سامح، سامح وصافح وتجاوز وتحدى وتعدى. تو الكون الكل يمتلأ محبة. شوف الأيامات الأولى من الثورة كنا كأننا سويسرا محلانا، بعد ولينا نخزر على بعضنا على جنب، ولينا نكروا بعضنا. توصل التونسي نكروا بعضنا، التونسي يقرر وتقول له قداش الوقت، يقول لك شبيك شاريها لي. التونسي ولا على اعصابه، التونسي ولا انفعالي ولا عدواني، ما ننكرش هذا. يا اخي رجع فرصه يا توانسه قدامكم رمضان، نظفوا الطنجره، نظفوا القليب حلو. راهو القلب هو الكل، هو معمار الحقيقي والبناء الحقيقي نتاع الذات. لهذا نظفوا القلوب نتاعنا، نعملوا استنارتنا الحقيقيه، نشعلوا شمعتنا الداخليه، ونرسلوا امواج المحبه والطاقه الايجابيه على امل انه يكون رمضان بدايه حقيقيه ان شاء الله، تنميه بشريه وذاتيه. شكرا لك، رمضان كريم. شكرا لك، شكرا لعيالي كوش البرنامج. رمضان كريم على الناس الكل. نهار الخميس ان شاء الله باش يكون اول يوم ان شاء الله من رمضان الكريم، ينعاد عليكم بالصحه والعافيه ان شاء الله. رمضان مبروك سعيد. اهلا وسهلا ومرحبا بكل اللي اختاروا انهم يسهروا معنا ومع كل الكفاءات الشابه التوانسه اللي حكاوا على قصص النجاح نتاعهم. شرفونا بالحضور، باي في لمات، بحال خير.